السعي الدائم للعمل ضمن مجال دراستك رغبة يسعى لها الجميع، حيث يتنوع حب العمل في مشاريع خاصة ليصل إلى حب النباتات، خصوصاً نبات الصبار. مشروع صبارة وشوكة الذي فتح الباب والفرصة لرواند لتمارس عملاً خاصاً بها، ترجم حبها للهندسة الزراعية بعد تخرجها بمهارة وإبداع. اشتغلت بهذا المشروع بعد ما دورت على فرص عمل، وكانت الفرص كثير قليلة بالنسبة لعملي. حاولت أني أبلش مشروعي الخاص إلي، بلشت بإشي صغير على السوشيال ميديا، أني أنا أعمل صبار وأنسقة وأبيعه لتبعون السوشيال ميديا، لحد ما إجت عندي الفكرة أني أنا أطور مشروعي شوي شوي. صرت أجيب أنواع صبار مختلفة. بالحب والاهتمام تعتني رواند بطرق خاصة ومناسبة بنبات الصبار منذ إحضاره وهو صغير، ليصل إلى الشكل المناسب لبيعه مع إضافة لمسة جمالية للنبتة. في أنواع تنباع أحجام كبيرة بس مش متوفرة كثير عنا، نوع أو نوعين موجود، بحاول أخذهم أكبرهم عندي. ما بستخدم أسمدة، ما بستخدم مبيدات إلا إذا كان في عليهم أمراض، يعني بحطهم بالبيت موس، بخليهم لفترة برجع بأخذهم لطلب الزبون اللي عندي، بزرعهم بالقوار المناسب لهم وببيعهم. وكما قدم لها هذا المشروع الفائدة العملية، ساهم أيضاً بزيادة الفائدة العلمية من خلال البحث الدائم لفهم طبيعة نبات الصبار، لتفيد بذلك نفسها وتقدم النصائح للآخرين للاعتناء الصحيح بهذه النبتة، آملة أن ينمو عملها أكثر فأكثر كما نبات الصبار. لفضائية النجاح، نغم جاد الله الخليل.